سيد هذا باش حال قال لك فهد؟ 150 فرنك بزاف اصاحبي، حشومه قال المنكر اصاحبي. ورا ماشي المنكر 150 فرنك. هذه باش حال تقدر تعطي فيها انت شحال تقدر؟ 400 درهم. وما نقدرش نذبحها. ورا والله ما نقدر نذبحها 400 درهم، والله ما نقدر نذبح نديها لربيع حشومه الذبح هذا. الذبح كترضع. دابا هادي اصلا ما دايزاش للضحية. واش كلشي مديش للضحية هذا الخرفان هذا؟ ولكن هو كيقول لك بان راه كسر الشهور. راه الشهور فات الشهور كاينين هادو فايت الشهور، هذا فايت الشهور، هذا قدام في الدي فهاد الحاجة وصافي. الباقي ما يزيد شي حاجة للدار وصافي. يعني بحال مثلا تزيد كيما كيقولوا زيادة وصافي. تبنن بها وصافي. تبنن بها وصافي والله العظيم. وراه اللحم ديالنا مزيان. درتي في السوق شوية ولا والو؟ هذا الثالث من واحد. شنو كيفاش جاك السوق؟ السوق واش نقول لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل.